The Earth is expected to have a total planetary depletion of pure water for the next couple of months. The estimates are predicting that almost 2 billion people could lose their lives. الذي يحدث الآن في العالم نتيجة إهمال بشري غير طبيعي في استهلاك المياه مع عواقب ارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية. That's what I've been talking about for years. We are walking into the worst drought recorded in planetary history, and it's all because of us and our incompetence. The numbers are frightening. Almost 60% of people around the world have abused this precious resource, and look where that's gotten us. خبر عاجل، ستختفي المياه في أي لحظة خلال اليوم. المية موجودة، هتروح فين يعني؟ Thank you.
أنا اسمي سامح رمزي، قصتي مهمة جدا، اللي عاوز يتعلم اللي بيحصل دلوقتي ده، أزمة المية دي أنا كنت من الناس اللي وراها، ومش هقول إن كل الناس عملت زيي، أنا لازم أتحمل المسؤولية. كل حد مات أو اتأذى أنا السبب. أنا طول عمري كنت ولد متكبر، فاكر إن مستحيل حد يوقعني، كنت فاكر إن علشان بشرب وبستحمى إن المية دي مستحيل تختفي، وربنا عاقبني في الدنيا. أنا بحكي قصتي دي علشان أحذر كل متكبر، لو سمحتوا ما تعملوش أخطائي. هتلاقوا جنبي مذكراتي مكتوبة بالإنجليزي وبالعربي، وربنا يسامحني.